الأكريتين والأدابالين. ايه بقى الضجة اللي معمولة بقالها فترة عن كريمات التقشير، وناس تقولك نستخدمها نص ساعة ونشطفها، وناس تقولك نستخدمها طول اليوم طول الليل مفيش مشكلة. هقولكم على تحذيرات مع الأنواع دي من الكريمات اللي ممكن نلاقيها في الصيدلية، علشان هي فعلا من مشتقات فيتامين ايه اللي بيعمل على تجديد لخلايا البشرة. نتيجته كويسة، بس لو استخدمناه صح. افهمي كويس قوي انك تستخدمي البرودكت صح. الاهم من انك تشتري برودكت سواء غالي او رخيص، سواء فعال او ما بيعملش اي حاجة، انك تعرفي تستخدميه صح بما يناسب بشرتك او اللي بيناسب روتينك نفسه. اعملي بس لايك كده علشان افهم ان دي حاجة انتي حابة تسمعي عنها اكتر، وطبعا يعني اغلى حاجة عند البنت بشرتها وشعرها. فلو اهتمينا بيهم صح وبشكل كويس وفهمنا ازاي نعرف الروتين الاحسن ليهم، اكيد هتفرق في حياتنا طبعا. طيب، بقالنا فترة كده بنسمع فيديوهات كتيرة الأكريتين فعلا بيخلي البشرة قطنية وجميلة وبعيدة عن العيوب، وبيعالج الحبوب وبيعالج كل حاجة. ده حقيقي فعلا، علشان هو طبعا هو والأدابالين دول النوعين اللي موجودين في الصيدلية. يعني أنا بنصح بالأدابالين أكتر، علشان هو يعني أهو أنا هسيب لكم صورته هنا. ده الأدابالين أهو، أدابالين جل، خصوصا الناس البنات اللي بشرتها دهنية مختلطة، البشرة الدهنية المختلطة الأحسن الأدابالين، ودي يعني شائعة في كل أنواع البشرة. يعني ناس كتيرة دهنية أو دهنية مختلطة، النوعين دول بيعملوا تجديد لخلايا البشرة. بس أنا هقول لكم حاجة دلوقتي، البنوتة عندها حبوب، أنت بتحطي لو أكريتين بتحطيه على الحباية بس، تمام، بتحطيه على الحباية بس مش على وشك كله، فترة لحد ما الحباية تروح. حاجة اسمها بان تاب تكنيك، بان تاب يعني تقنية سن القلم. تاخدي حاجه صغيره قوي كده قد كده قد نونو كده، وتحطيها على الحبايه بكل بساطه، وبتسيبيها مثلا ممكن تشطفيها كمان نص ساعه ولا حاجه. بتبتدي تدريجي حاملك روتين كده يوم بعد يوم، في الاول يوم بعد يوم، او كفايه مرتين في الاسبوع لو انت بشرتك حساسه، كفايه مرتين في الاسبوع لمده نص ساعه وتشطفيه عشان تتجنبي اي مشاكل. ممكن تعملي تقنيه الساندوتش، ودي يعني انا ما برشحهاش قوي، ان انت بتحطي مرطب وبعدين الكريم وبعد كده المرطب، بس دي ما برشحهاش قوي. الاحسن ان انت تحطيه وتشطفيه او تغسليه. اللي بقى لو انت خلقك ضيق او متحبيش كل شويه تغسلي وتعملي والكلام ده كله، الادابالين هيبقى كويس لو نوع بشرتك هو يناسب كل انواع البشره، بس اكتر المختلطه والدهنيه. المختلطه اللي هي بتبقى هنا دهنيه زي هنا اهي كده، في حس في هنا لمعه ونضاره، في هنا لمعه اهو، لكن بقيه الوش ممكن يكون جاف عادي جدا. الجل هيبقى كويس جدا. بنعمله ازاي؟ بنعمله في كل وشنا ما عدا تحت العين وما عدا حوالين الفم وما عدا الجزء ده، تمام، بنحطه قبل النوم وممكن ننام بيه عادي. انا برشح انك تستخدميه يوم بعد يوم في الاول او مرتين في الاسبوع في الاول، لحد ما تتعود بشرتك عليه، او تتعود ان هي خلاص انت استحملته، بشرتك استحملته، خلاص ممكن تستخدميه يوم بعد يوم. الاول خليها مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع، بعد كده يوم بعد يوم. طب الاهم من ده كله بقى جدا 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 المرطب. بعد ما بغسل وشي بغسول كويس، وانا اتكلمت عن حلقات عن انواع الغسول، غسول الورد، غسول الرز، غسول بخلاصة الافوكادو، كلها حاجات طبيعيه جميله جدا، هتلاقوها برضو هنا في البلاي ليست بتاعتنا. انواع غسول كتيره ممكن تستخدميها. بتستخدمي غسول لو انت بشرتك حساسه، شايفه ده؟ شايفه ده؟ اكيد شايفه ده، اللي هو المناديل اللي هي ما فيهاش اي ريحه. بتغسلي كده بشرتك وبتمسحي من غير يعني من غير اي حاجه خالص كده، بتمسحي بشرتك من الميه بس كده، بتمسحي بشرتك من الميه او بتنشفيها بالتيشو ده، او اللي هو بتاع المناديل، بتاع المناديل ايه اللي هو المناديل اللي هي من غير بارفان، وده اهم. طيب، غسلت بشرتي بغسول مناسب، بشرتي دهنية او مختلطة هستخدم ده، وهقول لكم دلوقتي. بشرتي مش دهنية، بشرتي جافة، ممكن ده، ممكن اللي هو البيبانتين، بس برضو البيبانتين كان في ناس كتيرة برضو اتكلمت عنه انه جاب حساسية وساعات بيعمل حبوب مع بعض البشرات، بس انا ما برشحوش قوي غير لو بشرة جافة جدا. البشرة جافة جدا كفاية عليها البيبانتين، هيكون مرطب نوعا ما كويس. لكن لو كل انواع البشرة بقى، يعني ممكن تستخدمي جل السنيل، من الحاجات اللي بتعمل ترطيب ممتاز جدا، ممتاز جدا جدا، حتى قوامها يعني بتحسي ان في طبقه حلوه جدا على بشرتك كده، من غير ما تدخلك في مشاكل حبوب. مشكله الكريمات ان هي بتعمل طبقه بس، ممكن تكتم لو في حبايه تحت الجلد ولا حاجه تكتمها، فتعمل
انت ممكن تعمل اسوده، ممكن تعمل حبوب تحت الجلد، ممكن بعد كده مع تلخبطات الهرمونات يحصل ان هي تعمل حبايه او حبوب مع الوقت. فطبعا انا عايزه استخدم مرطب على طول وافضل على طول بشرتي مترطبه، لان ده مهم جدا مع مشتقات فيتامين اي سواء ادابالين او اكريتين، وخصوصا كمان اكريتين. يعني مشكله اكريتين كفايه قوي ربع، نسيت اقول لكم، كفايه قوي ربع اللي هو الربع ده في اول استخدام. انا الاكريتين بصراحه الكريم ده انا بستعمله ازاي لو حصل ولقيت حبوب في وشي، ايا كان بقى الجزء ده او الجزء ده، نتيجه توتر، نتيجه اي حاجه، نتيجه لخبطه في اكل او اي حاجه بقى، بحطها على الحبايه نفسها. بصراحه اللي ارتحت عليه جدا وحبيته في تقشير بشره او مع الوقت بيجدد البشره الادابالين، مريحني جدا ومش بيعمل اي حساسيه ولا بحس ان في طبقه كريم على بشرتي. انا بشرتي نوعها مختلطه، يعني جزء جاف وجزء دهني، ودي اصعب بشره ممكن تتعاملي معاها لان ما بتبقيش عارفه تستخدم لها ايه. طب احط لك هنا جل وهنا كريم، ولا احط لك هنا كريم وهنا جل، طب احط لك ايه؟ الاسلم هو الجل. الجل هو اللي ريحني بصراحه. اي نوع جل كويس او جل السنيل هيبقى من الحاجات الكويسه. انا برشح جل السنيل بصراحه، هيبقى من الحاجات الكويسه جدا. السنيل اللي هو الحلزون، حلزون او جل الحلزون، صح كده، جل الحلزون من الحاجات الممتازه جدا. وهتلاقيها فين؟ هكتب لك في رقم في صندوق الوصف، هقول لك ازاي تتواصلي معاهم عشان تقدري تجيبي المنتج ده الاصلي من الشركه الاصليه. الشركه بترشح لك ازاي تشتريه او يوصلك ازاي، ده اهم حاجه. ده لو انت عايزه جل الاسنان. طيب في حاجه بقى مهمه عايزه اقولها في روتين الحبوب. انت لو محجبه، لو محجبه او مش محجبه زي حالاتي كده مثلا، خلاص ربنا يهدينا جميعا، يعني الطرحه اللي بتلبسيها لو انت عندك حبوب في منطقه الرقبه او الخدود وطرحه بتلبسيها كده، لازم يا اما تكويها، تعمليها تعقميها ان انت تكويها، او بقى مستعجله ممكن البخاخ اللي هو الكحول هيبقى حاجه كويسه جدا. الكحول معاكي هيدي يعني هيقتل بقى اي بكتيريا موجوده في الجو. كمان المخدات لازم كل يوم تحطيها تعرضيها للشمس وكمان تعمليها تعقميها بالكحول، هيفرق جدا جدا. وما تنسيش اللي هي السوفت تيشو دي لما تيجي تنشفي بشرتك، ونوع غسول مناسب زي غسول الورد، ممكن اسيب لك صورته هنا، او اي نوع. شركه لابلاج عجبتني، فارماستاي عجبتني، كل انواع الغسول موجوده في الماركت بنسبه كبيره كويس. لو في حاجه لقيتها مش كويسه هطلع احذركم منها طبعا. فالرقم اللي فيه التواصل 012-77-22-48-28، بترد عليكي دكتوره زي خدمه عملاء، بتفهمك، بتفهم منك نوع بشرتك، ايه الحاجه اللي انت محتاجاها في بشرتك، في شعرك، في اي حاجه، تمام، وبترشح لك ازاي المنتجات ديت هتفيدك، وبتقول لك الروتين بتاعها، وكمان بتقول لك توصلك المنتجات دي ازاي، تجيبيها من شركه ايه او من صيدليه ايه لو هي مكان عامل عروض او كده، او بيبيع حاجه اوريجينال. ده الاهم بكتير من اي حاجه. بس كده، ودي خدمه بتقدمها القناه هنا او الاكونت ده، بنقدمها خدمه لكل الناس ان احنا بندي نصايح وبنديكي ازاي تشتري المنتج ويوصلك بشكل مظبوط ازاي عن طريق بقى شركات التجميل المختلفه. لان خلي بالك في حاجات كتيره قوي 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 في السوق سعرها ممكن يكون قليل قوي، وتحس ان انا اشتريتها ارخص بس ما بتعملش اي حاجه. وعشان هي انت بتشتري حاجه من مكان موثوق فيه، فاحنا بنقدر ان احنا نتابع معاكي النتيجه وكل حاجه، تمام. لو عايزه اعملي لايك لو عجبتك الحلقه تشجيعا كده، اعملي لايك، شيريها مع اصحابك لو عايزه ليكي صحبات عايزه تفيديهم بالمعلومات ديت. عايز تسأليني عن حاجه اسأليني في الكومنتات هرد عليكي. شكرا ليكي، اشوفك في حلقه جديده، واكتبي لي كده في التعليقات انت عايزه تعرفي ايه اكتر. هنتكلم عن الشعر، البشره، جسم، حاجات كتيره، واشوفك على خير في الحلقات الجايه. سلام.